الاخرانيه معناها قاعدين نشوفوا فما برشا حوادث مرور انجر عليها قتلى وجرحى، حوادث بالحق فظيعه في تونس. حسب رايك علاش وصلنا للحاله هذه؟ شنو هي الاسباب؟ طور الموضوع هذا عنده سنوات، مش حتى جديد هذا، وهذا مشكل التو ما فضوش. والحوادث الطرقات اساسا من الطرقات، طرقات لا باقي كما هي، فهمتني؟ ما عملوا شيء، ما عملوا حتى شيء. هذا شيء غريب، انا مش فاهم. احنا كي تخزر الجمهوريه التونسيه تو عندها اكثر من 60 سنه استقلال، ما تشوفش مشاريع ضخمه تو كيما تونس العاصمه، ولا حتى المدن. احنا بلادنا صغيره وضويقه، والسيارات اللي دخلت لنا هذه ليزنج هذه صبعت من غير حساب. يا خويا على القليلة اعملوا طرقات معلقة في البلاد. شو كذا تتفضل المشاكل؟ مقترحات فهمت، اعمل طرقات معلقة يا خويا. ما اموال فهمت، ما فهمناش كيفاش مشيت وكيفاش جيت فهمت. اعمل طرقات معلقة وكثر لوتروت فهمت، واعمل السكة الحديدية فهمت، وزيد تو مترو تو قداش من عام؟ قداش من عام يمشي للمروج؟ المروج البارح تخلقت، تكونت هذه مدينة المروج فهمتني، وش اسمه المحمدية وفوشينا والجبل الوسط في ما فيها شيء، فيها تدور السكة لا باش تحفر روتا لا باش تعمل قناطر، يعني سهلة مهلة.